لا يا شيخ، شركتنا مش مسؤولة عن أي حاجة حصلت لكم ولا بتحصل لكم ولا هتحصل لكم. كل واحد مسؤول عن نفسه وعن اختياراته. أنا هعتبر ده بقى إيه؟ تهديد؟ اللي عايز يسمعها تهديد، لكن هي في الحقيقة جملة محايدة جدا. طب نوصل المسافات يا نادين عشان أنا مش فاضي للكلام ده. اللعب مع مختار دلوقتي ما بقاش عاجبني، وأنا ما بقاش مزاجي أقنعه إنه يبيع البيت. يعني بترجع في كلامك ووعدك أهو؟ ما رجعش في كلامي يا نادين، بس أنا لازم أرجع أتكلم مع أبويا وأخواتي الأول. بعدين إحنا عندنا مشاكل كتير أوي يا نادين، مشاكل كتير أوي دلوقتي. يعني أولاً على يدك، المية قطعت ورجعت، وبعدين الكهرباء باظت فجبنا مولد، المولد راحوا مبوظينه بلطجية. الله أعلم بقى يا نادين، مين اللي جايب لنا البلطجية دول؟ لا خلي بالك، ده اتهام خطير. والله اللي عايز يفهمها كده يفهمها كده. بعدين ده مش موضوعنا، انا جاي لك عشان احل. اقنع مختار يبيع، قول له انه مش قد يحيى شاكر، خليه يقبل بالعرض اللي متقدم له. لا دي بقى مش طريقه مفاوضات يا نادين. تعرف الرقم وصل لكام يا مروان؟ كام؟ 200 مليون جنيه. أظن عدنا العيب وأزح.